طبعا بس التعليق على الاستاذ علاء وليد يا استاذ وليد، لما يحصل عندك انفكشن او اصابه في الزراعه المكثف تقفل الحوض، تقفله خلاص كده، اصل الحوض اصبح ميؤوس منه، تعالجه. عارف الجير الحي؟ جير حي، بتجيب جير حي وتطفيه في الحوض، يقوم يغير البي اتش والفيزيكال كيميكال بارامترز بتاعت الميه، يقوم يوقف نشاط البكتيريا لو كان سبتسيميا ولا بتاع. انا عملت دي في السعوديه، دي تجربتي انا ليه كده. بس ممكن ناخد من الوقت نص دقيقه، دقيقتين ثلاثه خلاص هيعتبروا دكتور حمدي مش موجود. الجماعه كلهم اللي موجودين يستفادوا من ايه اللي حصل لي؟ انا اربع ايام اعمل ري وصاف، هل هو جهد مني والشطاره مني؟ لا والله، من دكتور هنا في مصر كنت متابع معاه كل يوم يقول لي ري صاف في ري صاف. طب هتستحمل الحته انا استغربت منها لما عملها. في اليوم الرابع قال لي هات لي 6 كيلو علف، ايوه، وهات لي طبق بلاستيك، ايوه تمام، وما يقارب نص كيلو زيت. زيت تمام. حطيت 100 جرام شطه، 100 جرام بودره بصل، 100 جرام زنجبيل، تمام، 100 جرام بودره توم، وحطيتهم على نص كيلو زيت ودوبتهم وحطيت عليهم 6 كيلو علف ورشيتهم بفضل الله ولا السمك على حصل فيهم. ماشي، دي تجربه مالك، دي تجربه، انت تجربتك صحيحه. بس انا اقول لحضرتك حاجه، معدل التريتمنت او معدل العلاج في الاصابات في السمك كانت قليله مثلا جدا، كانت قليله جدا. يعني هي تحت بصراحة. عشان كده بقول لك انا في من النصائح العامه لاستزراع السمك المكثف، الحوض يبقى مساحته محدوده. يعني كانت المساحه عندي محدوده ما بكبرش. ده انا بقول، لا ده انا بقول على المستوى العام. من نصائح الاستزراع المكثف الحوض ومساحته محدوده، انشاؤه يبقى سليم هندسيا عشان اقدر اتحكم فيه في الوقت اللازم وفي الظروف المناسبه. لما تحصل دروب يبقى الحوض صغير، انا مش كبير، مش بقدر بصرفه في ثانيه وبصرفه مثلا في ساعه بدل ما اصرف واحد اصرفه في اربع ساعات خمس ساعات. صحيح. اتنين، لو انا هعمله كرانتين عشان افادي المزرعه كامله، بقفله عشان ايه؟ صحيح. عشان افادي المزرعه كلها، ما انقلش الاصابه، عشان ما انقلش الاصابه، لان الاصابه في الزراعه المكثف تنتشر كالنار في الهشيم. صحيح. يعني تبقى النهارده سمكه مصابه، بكره تلاقي 20، بعده تلاقي 100، بعده تلاقي 1000 على طول. ما تسميش. بص، لما بتبدا الاصابه بتبدا زي ما بتكون اشعال شرارات بوتاجاز. طب معلش يا دكتور، عشان استفاد منك المعلومه عشان ما ننساهاش، لو 400 متر ميه، الحوض فيه 400، حط له شوال جير ولا شوالين؟ شوالين جير بس، واحد في الاول واحد في الاخر، خلي الجير. الجير كربونات كالسيوم دي هتغير لك البي اتش بتاع الوقت. شوف الهندسه بتاعتها فين؟ هي بترفع درجه الحراره واحد. بيرفع درجه الحراره لانه بيغلي. ماشي. مش مطفي، حي. بيرفع درجه الحراره. بيغير البي اتش. تغيير البي اتش بيموت البكتيريا. الجير الحي. انا كنت عامله في وحده المعالجه، كنت عامل محطه معالجه حوض صرف كبير. واخد منه على محطه معالجه للميه، يعني بحاول اطلع منها الامونيا والحاجات ديت وارجعها تاني ريسيكوليشن، ريسايكلينج سيستم، سنه 98 97 ده كان في السعوديه. وكان وافد من الاردن يوميها عشان يجيب لفت من المانيا وسالني عن الموضوع. طيب انا حطيت تبع المنظمه العربيه، حطيت الجيل، انا جاي لك اهو، كنت عامل وحده معالجه في المحطه. ليه؟ عشان قد تجيني اصابه من المزرعه وانا مش واخد بالي. قبل ما انزلها للهواء انا كنت بكسر الامونيا بالهواء، كنت عامل فيها ريشن عنيف، درجه تهويه شديده، بحيث ان انا اكسر الامونيا وانزلها. كل ده ميكانيكي، مفيش اي كيمياء، لا بيولوجيكال ولا بكتيريات ولا اي حاجه. هوا جامد، بس هوا جامد شديد يكسر الامونيا، يكسر الامونيا قبل ما تطلع. كانت بتجيني اثنين وتطلع من عندي نص، واحد من عشره، اثنين من عشره، ثلاثه من عشره. ده سنه 97 ايام المانيوال، يعني ايام شغل العتاله. ما شاء الله. مش دلوقتي بقى بيولوجيكال فلتر وبكتيريات وحاجات انا حاجات كده وطلعت بتساعدك على تكسير الامونيا في الحوض نفسه. خد بالك انت؟ طب انا حطيت، معلش يا دكتور، حطيت اللي هو الجير الحي. ايه الخطوه الثانيه عشان بس
بس لمدة كم يوم؟ لمدة 3 يوم ورا بعض. ومدة مشكلة إذا مرضوا الحق بعد لو مشكلة لو مشكلة سبتسيميا أو أمراض بكتيرية انتشرت في الحوض الاستزراع المكثف. أحط ضد المقفول. يعني هي المشكلة كلها في البيت؟ 3 أيام. مقفول على 3 أيام. أصرف؟ بعد 3 أيام بتصرف ميتك حتى ميتك نفسها اتغيرت. تم تعقيمها بالغليان وتم تعقيمها بتغيير البي اتش لان البكتيريا هتموت. البكتيريا لها بي اتش بتعيش فيه. لو غيرته هي ماتت. طب هي يعني لو ماشي انت حطيتها عشان تموت البكتيريا بس لما تجرب الموضوع ده بقولي برضه. طب ماشي. طب هل انت حطيتها عشان تموت البكتيريا؟ تموت ممكن ابدلها بفورمالين؟ لا. لا. انا عارف ان هو لا بس انا بقول السؤال عشان تدوق احسن مني. لا 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 هو البتاع ده انا جربت كان حاجه مثاليه بالنسبه لي انه بيظبط لي كان كمان بيظبط لي البي اتش احيانا في الاحواض كام يا دكتور الجير الحي دوت بيرفع كام البي اتش ها يبقى كام البي اتش بيرفع كام البي اتش لو اسيدك بيروح رافعه لي فوق يعني هي ميه اسيدك ميه البكتيريا. طب ما هي البكتيريا المرضيه معظم البكتيريا الباثوجينيك باثوجينيك بتيجي وسط القلب فالجير هيرفع البي اتش لا 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 البكتيريا المحطة انا كنت بظبط البي اتش بالجير اثنين تقفل وحط 3 ايام وبعدين تصرفه ولا حطش اي دواء ولا اي حاجه ولا رفع مناعة ولا اي حاجه بكتيريا ايه بقى اللي بتعيش في الوسط القلوي كل البكتيريا المرضيه اصلا احنا بنعرف مثلا لو في مسبب مرضي بكتيري ناخد البي اتش مش نرفع البي اتش لا 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 في بكتيريات ما بتوصلش بالله احنا بنرفع لو في مثلا خطه احماض عضويه لا 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 عشان ناخد البي اتش في راجع معلوماتك راجع معلوماتك في موضوع البكتيريولوجي راجع معلوماتك في البكتيريولوجي بس جينك كلها وسط قلب بكتيريا بس جينك معظمها سليمة الجيران وسط قلب احنا مفيش حدانا حاجة في العلم قاطعة راجع معلوماتك في ممكن لا ممكن يكون الجير عمل حياة تاني غير موضوع بيتش على البكتيريا خلاص نبدأ يلا توكلنا الله